السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا وياكم إلى تكملة السيشن الرابع من موديول الـ MSK اللي هو الليكتشر الثاني اللي يتحدث عن الانجوريز والفراكشرز اللي راح تصير عندنا بالـ الماسكلو سكلتال سيستم. ويقول هنا ذا ماسكلو سكلتال سيستم اللي هو أغلب العظام اللي موجودة بالجسم، مثل عندنا السكول، عندنا الكلافيكل، وعندنا السكابيولا، وعندنا الهيومراس والرادياس وإلى آخره. وهنا عندنا عظام اليد اللي هو تنقسم الى كاربالز وميتا كاربالز وفالانجايز، وعندنا تارزالز وميتا تارزالز وفالانجايز. وهنا عندنا عظام اليد اللي هنا الريجولار بون اللي هي من ضمنها السكافويد واليونيت بون والى اخره. وصلنا الى الانجوريز تو بون اللي هو اغلب والفراكتشرز اللي يصير بالابر لم بالاطراف العليا. اغلب الاصابات واغلب الكسور اللي راح تصير عندي بيمن بالابر لم بالاطراف العليا. اول فراكتشر اللي هو الكلافيكال فراكتشر، كلافيكال فراكتشر اللي هو هذا كلافيكال فراكتشر، هذا عظم الترقوة، يصير بي فراكتشر. يعني شنو يصير بي كسر؟ هذا بكل مكان من بالكلافيكال فراكتشر ممكن يصير بي كسر، سواء كان هنا او هنا والى اخره. ولكن بهاي المنطقة اللي مأشرها، بهاي المنطقة هاي يسموها منطقة حرجة خطرة بالكلافيكال فراكتشر، دائما يصير بيها كسر، يعني معرضة للكسر أكثر من المناطق البقية اللي موجودة بالعظم. يسموها شنو؟ يسموها ميد بوينت. هاي الميد بوينت تصير دائما معرضة للكسر، يعني هاي المنطقة تصير معرضة للكسر أكثر من هاي المناطق، وين تقع؟ تقع هذا middle of the clavicle bone، تصير بوسط الكلافيكال بون. هسه هاي عرفناها انه شنو، انه عندنا منطقة تسمى الميد بوينت موجودة بالكلافيكال بون، هاي تكون معرضة للكسر اكثر من المناطق الاخرى بالبون بالكلافيكال بون. وين تقع؟ تقع هذا middle of the clavicle bone. وعندنا الفراكتشر الثاني اللي هو الفراكتشر اوف ذا سيرجيكال نيك اوف ذا هيومرس. احنا نعرف انه البونز راح تقسم عندي الى الهيد ونيك وشافت. فهذا الفراكتشر وين راح يصير عندي؟ راح يصير عندي بالسيرجيكال نيك اوف ذا هيومرس، بالسيرجيكال نيك اوف ذا هيومرس تقريبا هنا، هذا يكون خطر. هذا شنو يكون عندي خطر؟ ليش خطر؟ احنا عندنا ارتريز، من راح يجي؟ راح يجي من منطقة التشيست، وراح يدخل عندي ويتفرع من منطقة الاكزيلاس اللي هو الابط، وبعدين راح يتفرع عندي الى فرعين يسموه هنا انتيرير اند بوستيرير سيركمفلكس هيومرس. راح تقسم عندي الى جزئين اللي هو انتيرير اند بوستيرير سيركمفلكس هيومرس، وراح التفن داير مداير منه داير مدار السيرجيكال نيك اوف ذا هيومرس. فهذا اذا صار فراكتشر بالسيرجيكال نيك اوف ذا هيومرس راح يؤدي الى قطع هذه الارتريز، وبالتالي راح يسبب لنا مشكله. فلذلك هذا الفراكتشر يعتبر شنو؟ يعتبر خطر. وعندنا الفراكتشر الثالث اللي هو منه اللي هو الفراكتشر اوف ذا شافت اوف ذا هيومرس. شنو هو الشافت اوف ذا هيومرس؟ اللي هو اللي يصير بالوسط اللي هو العظم الطول، العظمة الطويلة عفوا، هذه يصير بيها فراكتشر بالكسر. وعندنا الفراكتشر الرابع اللي هو سوبر اكوندايلر فراكتشر اوف ذا هيومرس، هذا يصير بالنهاية مال هيومرس، بالنهاية البعيدة مال هيومرس. هذا هم خطر. ليش؟ لان هم اكو بلود فازلز، فاذا صار بفراكتشر راح يؤدي الى مثلا قطع هذه البلود فازلز، وبالتالي راح يسبب لنا مشكلة. وعندنا فراكتشر اوف ذا اوليكرانون بروسيس. هاي الكرانيوم بروسيس وين تقع؟ هاي تقع بالبداية مال الإلنة، هذا الإلنة هاي الأوليكرانون، فمن المحتمل يصير بيها شنو؟ يصير بيها فراكتشر، يصير بيها فراكتشر. هسه عندنا صورة ثانية راح توضح هذا الفراكتشرز أكثر، إن شاء الله يكون واضحات عندكم. وصلنا إلى نكمل وياكم هذه الفراكتشرز. وصلنا إلى الفراكتشر of the distal end of the radius، هذا يصير بالنهاية البعيدة مال منه؟ مال radius. يسمى شنو؟ يسمى كوليس فراكتشر. هذا دائما يصير بالنساء، ونقول عندنا بعد شنو فراكتشر ديستال، راديوس إلنا، يصير بنهايات الراديوس والإلنا. ويقول هنا بعد شنو عندنا فراكتشر اوف ذا سكافويد بون اللي هو هاي سكافويد بون. هاي العظمة ليش تنكسر غير ذني؟ يعني ليش يعني هاي بس هاي العظمة؟ هاي العظمة من واحد يوقع او يوقع عقع، فدائما يخلي ايده بالبداية قبل الواقع، فهاي المنطقة راح يصير عليها ضغط كبير. لذلك راح خصوصا هذا العظم
اللي هو السكافويد. فهذا اذا طاح واحد وخلى ايده هنا فهذا راح يكون معرض للكسور، واذا صار بفراكتشر فهو خطر ايضا. ليش خطر؟ لان بي بلود فازلز وبي نيرفز، فاذا صار بفراكتشر فراح يتاذن وتصير مشكله. عندنا هنا صور راح توضح الفراكتشرز اوف ذا لور لم اللي هو هاي كلافيكال فراكتشر، وقلنا هاي المنطقه يسموها ميد بوينت. ميد بوينت بتكون معرضة للكسور أكثر من المناطق البقية مال الكلافيكال بون. وهنا عندنا الفراكتشر اوف ذا سيرجيكال نيك اوف ذا هيومرس اللي قلنا عليها انه راح يجي فرعين من الارتريز اللي هو الانتيرير اند بوستيرير، وراح اذا صار عندي فراكتشر فراح يؤدي الى ضرر كبير بالبلود فيزلز، وبالتالي راح يسبب لنا مشكلة. وهنا عندنا الكواليز فراكتشر، هاي الحالة النورمال مالتها، وهاي الابنورمال. جانا نشاهد انه هنا عندنا فراكتشر بالديستال اند اوف ذا راديوس، وبالتالي وبالتالي راح يخلي الايد تشبه الشوكة مال الاكل، تشبه الشوكة مال الاكل، وذلك يسمى بالدينر فورك ديفورميتي. وعندنا هنا الاوليكرانون فراكتشر اللي هو قلنا يصير بداية الالنا، ووضحنا وشفنا صورته اللي هي هذه، هاي راح يصير بيها فراكتشر. هاي الصورة همتين إله، هاي الالنا وراح يصير عندها فراكتشر بهاي المنطقة اللي واضحة بديش الصورة. وهاي الفراكتشر اللي يصير بالسكافويد بون بهاي المنطقة، وقلنا عليه خطر. ليش قلنا عليه خطر؟ لأن بي بلود فازلز ونيرز، وبالتالي راح يسبب لنا ضرر. هاي الصور همتين راح توضح الفراكتشرات مثل الكلافيكال بون اللي هو هاي، هذا مثل ما جاي نشوف هذا عندنا فراكتشر بالكلافيكال بون، وهاي النيك اوف هيومرس هذا اللي هو هذا الفراكتشر تقريبا. وعندنا هنا اللي هو الشافت اوف هيومرس اللي هو هاي المنطقة، وعندنا اوليكرانون فراكتشر اللي قلنا عليها يصير بالالنا، هاي هذا وياه الكسر تقريبا. ان شاء الله يكون واضح. وصلنا وياكم الى الانجوريز تبون مال والفراكتشرز مال لور لم. اخذنا الابر واخذنا الفراكتشرات مال الكلافيكال ومال سيرجيكال نيك اوف هيومرس والشافت اوف هيومرس، واخذنا واخذنا السوبر اكوندايلر فراكتشر، واخذنا الاوليكرانون، والفراكتشرز اللي راح اصل بالراديوس والالنا، والفراكتشر ايضا مال سكافويد بون. وصلنا الى فراكتشر اوف ذا لور لم. الفراكتشر مال لور لم، اول فراكتشر يقول فراكتشر اوف ذا فيمورال نيك اللي يسموها انترا كابسولر. الانترا كابسولر لما تشمل الهيد والنيك، شو نصيح لهن؟ نصيح لهن انترا كابسولر. الهيد هذه نوضحها، هاي الهيد مال فيمر، والنيك شو نصيح لهن؟ نصيح لهن انترا كابسولر. فراح يصير عندي فراكتشر بالانترا كابسولر، ومثل ما واضح عندي بالصوره عندي بلود فيزلز، فلذلك انه عندنا هذا الكسر خطر. ليش؟ لان اذا صار خطر بالانترا كابسولر تحديدا بهاي المنطقه راح يؤدي الى قطع كل البلود فيزلز الموجوده بهاي المنطقه، وبالتالي هذا خطر. خلينا نرجع نعيده. قلنا انه شنو؟ قلنا انه الهيد والنيك راح مال الفيمر راح يتكون انترا كابسولر، واذا صار عندي فراكتشر بالانترا كابسولر هذا خطر. ليش خطر؟ لان يحتوي على بلود فازلز. وعندنا الفراكتشر مال انتر تروكانتريك والبيري تروكانتريك فراكتشر. اكيد احنا نعرف انه الانتر تروكانتريك والبيري تروكانتريك شنو، بس خلينا نرجع نعيد. احنا قلنا انه هاي المنطقه شو نسميها انتر تروكانتريك اريا، وعندنا ليسر تروكانتريك وجريتر تروكانتريك. ذني مو بالانترتروكنتريك عفوا، ولكن هاي المنطقة كلها هاي شو نسميها بيري تروكنتريك اريا. فيا اما الفراكتشر يصير عندي بالانترتروكنتريك اريا، او الفراكتشر يصير عندي بكل هاي المناطق اللي يسمى بشنو؟ يسمى بيري تروكنتريك اريا، ويسموه شنو؟ يسموه اكسترا كابسولر. طبعا ليش؟ لان ما مو من ضمن الهيد والنك. احنا قلنا انه الهيد والنك يشمل الانترا كابسولر، غيرهن اكسترا. فالكسر يا اما يصير انتر تروكانتريك اريا اللي هي هاي، او اكسترا او بيري تروكانتريك اريا اللي قلنا عليه انه تشمل الجريتر والليسر والانتر
يسمى بشنو؟ يسمى بالبيريتراكنتريك اريا. وعندنا فراكتشر اوف ذا فيمورال شافت، صار عندي كسر بالشافت مال فيمر اللي هو خلينا نضحك نرجع لهذا الرسم هنا، صار عندي بالفيمورال شافت اللي هو هنا تقريبا. نكمل، وصلنا على فراكتشر اوف ذا فيبولار نيك ان شافت، يعني صار عندي اما كسر بالنيك مال فيبولار او بالشافت. الكسر اللي راح يصير عندي بالفيبولار نيك هذا خطر، ليش؟ لان عندي نيرس راح يبدي من الفيبولار نيك، فاذا صار عندي فراكتشر بالفيبولار نيك هذا راح يسبب له مشكله. ليش؟ لان راح يؤدي النيرس اللي يغذي هذا العظم، وراح يسبب لي الى حاله يسموها فوت دروب. هاي الحاله جايتني بسبب اكو خلل او قطع بالنيرفز بالعصب اللي يغذي اللي يبدي من الفيبولار نيك بسبب حصول فراكتشر بهالمنطقه، يؤدي الى راح يسوي خلل بالفيبولار نيك، وبالتالي راح يسبب عندي حاله اسمها فوت دروب. وصلنا الى الفراكتشر اوف ذا لور اند اوف ذا تي بي ان فيبولار، يسموها بوت فراكتشر. قبل لا اوضح هذا الفراكتشر عندي اريد اوضح هاي عندنا نوع من الحركة اللي هي مثل ما واضح في الصورة هذه. هاي إذا صارت حركة إلى داخل باتجاه الجسم يسموها inversion، وإذا صارت إلى خارج الجسم يسموها inversion. هاي الصورة توضح أكثر. هاي الصورة مسوي الحركة إلى داخل رجله، شو نسميها؟ نسميها inversion. هاي الحركة inversion المن راح يصير الياء عظم، راح يصير العظم الفيبولار. هاي الفيبولا. فإذا صارت inversion منو راح يصير منو أو منو راح يشتغل نقول اللي راح يشتغل عندنا ال inversion اللي هو الفيبولا اللي هو هذا. أما إذا صار عندي inversion مثل ما جاي نشوف هنا، هاي inversion إلى خارج الجسم، فإذا صارت عندي inversion منو راح يشتغل؟ يا عظم راح أو منو يعني شلون نقول يصير عليه ضغط أو هيك شيء، يصير على ال التيبيا. هسا صار عندي واضح، اذا تحركت الرجل الى داخل الجسم راح نسميها inversion، يا عظم راح يشتغل مثلا او اللي يصير عليه ضغط منه الفيبولا. واذا صارت الحركه الى خارج الجسم منه راح يشتغل؟ يا عظم راح يشتغل عندي عظم التيبيا. هاي الصوره بعد توضح لنا اكثر. هاي الحركه الى داخل الجسم يسموها inversion، هذا منه راح يشتغل عندي؟ يا بون راح يشتغل عندي بون الفيبولا. واذا صارت الى هاي نورمال، واذا صارت الى خارج الجسم انفيرشن يسموها، يا عظم راح يضرر عندي؟ راح يضرر عندي عظم التيبيا. ان شاء الله تكون واضحه. فيقول انه راح يصير عندي فراكتشر اوف ذا لور اند اوف ذا تيبيا بسبب، يعني مرات راح يصير عندنا هاي الحركه، هاي الحركة الانفيرشن او الانفيرشن راح تسبب لي فراكتشر بالمنطقة الاند مال تيبيا او فيبولا، مال تيبيا او فيبولا تحديدا بهالمنطقة، تحديدا بهالمنطقة اللاند مارك يسموها مالليلاس. فهالمنطقة راح تسبب لي فراكتشر، يا اما فراكتشر او تمزق بالليجمنت الموجودة هنا. فهاي المنطقة يسموها مالليلاس، هاي تكون معرضة للكسر بحالة اذا صار انفيرشن قوي او انفيرشن قوي. هاي الصورة راح توضح أكثر. هاي عندنا ميديال وليترال مالليلاس، فهذا الليترال وهاي الميديال، فهاي المناطق من المحتمل إنه شنو؟ من المحتمل إنه يصير بها فراكتشرز، وهاي الفراكتشرز إذا صار عند بهالمناطق شو نسمي بوتس فراكتشرز. هاي عندنا صور راح توضح لنا أكثر الفراكتشرز اللي حكينا عنهن ووضحناهن. يقول injuries to bone مال lower limb، هاي عندنا مال femoral neck اللي هو قلنا intracapsular وقلنا عليه خطر موجود ب blood vessels، وهاي عندنا intertrochanteric fracture اللي قلنا عليه فقط intertrochanteric فقط هاي المنطقة. وعندنا هنا الفراكتشر of the shaft of the femur وقلنا عليه يصير بالشافت بالجزء الطولي مال البون. وهنا عندنا اللي قلنا عليه منه اللي قلنا عليه اللي هو البوتس فراكتشرز اللي راح يصير عندي بالمالليلاس بالتيبيا التيبيا والفيبولا اللي هو قلنا عليه هذا. اشوف هسه هذا البون صار عندي الفراكتشر وين؟ صار عندي الفراكتشر بالتيبيا، وهذا الفراكتشر هنا عندي بمن؟ صار الفراكتشر عندي بالفيبولا.
وهذا ايضا هنا الفراكتشر صاير عندي بسبب حركه الانفيرشن مثل ما قلنا قبل شوي. بسبب حركه الانفيرشن راح يصير عندي فراكتشر بمن قلنا بالانفيرشن، مين راح يصير عندي عليه الضغط؟ قلنا عليه الضغط راح يصير بالفيبولا. فما دام انفيرشن هنا صار عندي فراكتشر، وين صار عندي فراكتشر؟ بالفيبولا. ان شاء الله يكون واضح. هاي الصوره راح توضح الفراكتشر بالنيك اوف ذا فيمر، النيك اوف ذا فيمر اللي هو قلنا عليه انترا كابسولار، ايضا قلنا عليه انه خطر بسبب وجود الاوعيه الدمويه. وهاي هنا التروكينتريك فراكتشر اكسترا كابسولار قلنا عليه يا اما انتر تروكينتريك فراكتشر او بيري تروكينتريك فراكتشر، اللي هو هذا صاير بالانتر تروكينتريك فراكتشر، وهاي تقريبا انتر وبيري اللي هو اكسترا كابسولر. هاي هذا بعدين راح يسموه يمكن هو هذا الفراكتشر مال الاكسترا كابسولر كامل، اللي هو يشمل البيري والانتر تروكينتريك بون. هاي عندنا هنا الفراكتشرز، ايضا صور راح توضح لي الفراكتشر او ذا شافت اوف ذا فيمر. مثل ما واضح عندنا هنا هذا عندنا الفيمر، وهاي النك، وهذا الشافت مالته، وصاير عندي هنا الفراكتشر، وين صاير عندي الفراكتشر؟ بالشافت اوف ذا فيمر. وهنا عندي فراكتشر، وين صاير بالتيبيا. مثل ما واضح هنا عندنا هاي التيبيا صاير بيها فراكتشر. هنا عندي الفراكتشر باللور تيبيا فيبولا، مثل ما وضحنا اللي هو اسمه بوت فراكتشر، وقلنا جاي بسبب حركات الانفيرشن والانفيرشن. مثل ما واضح هاي عندنا المانيلس اللي صار بيها فراكتشرز، و مثل ما واضح قدامنا بالصورة. وصلنا إلى الجوينتس اللي هنا المفاصل. الجوينتس يقول point at which two bones meet articulation، يعني شنو؟ يقول هي المنطقة اللي راح يلتقن بها عظمين، two bones articulation يعني أنت مفصل، يعني راح تمفصل عظم ويا عظم يكون لي شنو؟ يكون لي joint. ويقول whether or not movement occurs between them، يعني يقول يا اما جوينت عندي يصير بيه حركه او لا ما يتحرك. classified according to the tissue that lie between them or by the way they move، يعني شنو؟ يقول عندنا هواي انواع من الجوينتس، راح نقسمهم، راح نسوي classified حسب التشو، حسب الانسجه اللي راح تقع بينهم between them، او يعني حسب الستراكشر او حسب الدرجه مال موفمنت. هاي راح نقسمهم حسب الدرجه مال موفمنت الى ثلاث 3 تايبس اوف جوينت. اولا فايبرس جوينت، هذا نو موفمنت. مثال عندنا الاسنان، وعندنا كارتليجينيوس جوينت، هذا برايمري سكندري موفمنت، يعني يصير به حركه قليله جدا مثل الريبس الاضلاع. وعندنا سينوفيال جوينت، هذا فريلي موفيبل، يعني يقدر يتحرك مثل عندنا سينوفيال جوينت. نعبر على السلايد الثاني. يقول هاي مثل ما واضح عندنا، هذا عندنا السينوفيال جوينت، وهاي الني جوينت، وهذا فري موفيبل، يعني يقدر يتحرك بشكل طبيعي. وصلنا وياكم الى الستابيليتي اوف جوينتس، الاشياء اللي راح تحدد استقراريه المفاصل. اولا عندنا البون فاكتور، وعندنا الليجمنت، وعندنا المصل. اولا نجي على البون فاكتور. يقول البون فاكتور depend on three main factors اللي هن الشيب والسايز والارنجمنت اوف ارتكولار سيرفيس، راح يعتمد على شكل العظم، راح يعتمد على حجم العظم، راح يعتمد على الارنجمنت اوف ارتكولار سيرفيس. مثال عندنا الهيب جوينت، احنا نعرف ان الاستابلوم كافيتي اللي راح يدخل به الهيد اوف ذا فيمر، نعرف ان الاستابلوم كافيتي كبير، حجمه كبير، ولذلك من راح يدخل الراس الفيمر، من راح يدخل بالكافيتي راح يحيط يعني بكل الرأس تقريبا، وبالتالي راح يحد من حركته بحرية تامة. بينما الانكل جوينت مو مثل الهيب جوينت، وبالتالي راح يصير حرية أقل. نجي على الليجامنت فاكتور، عندنا نعرف احنا انه الليجامنت راح يربط لي بون بون، راح يعرف ونعرف انه شنو، نعرف انه الليجامنت ما راح يخلي كل عظم يتحرك بحريته. فشو يقول هنا؟ يقول prevent excessive movement، يعني راح يخلي الحركة بشكل محدد، يعني ما راح يتحرك مثلا يروح منه ومنه، وإنما راح يلزمه باتجاه واحد أو حركة محددة. يقول if stresses continue ligament stretch، فإذا صار ضغط متواصل على الليجمنت، هاي الليجمنت راح تتمدد stretch، وبالتالي راح يسبب لي حالة abnormal.
يقول the ligament between the bones that form the arches of the foot are depend upon the tone of muscles. يعني شنو؟ يعني احنا بالبداية قبل لا نشرح هاي احنا نعرف انه المسلز عندنا نوع من الكونتراكشن، عندنا ثلاث انواع، عندنا ثلاث انواع من الكونتراكشن، عندنا اكتف اللي هو احنا يصير ارادي، وعندنا باسيف اللي هو التون. الباسيف التون هو شنو؟ هو كونتراكشن بحالة الريلاكس. يعني احنا مثلا من المد ايدينا هو ما تقرص، هو يعني واحد منهم يخلي ايده على راحته راح يحس انه شنو، انه ماكو كونتراكشن، ماكو عضلات كونتراكشن، بينما هي لا، اكو عضلات صاير بيها كونتراكشن. العضلات شي يسموها تون، هذا التقلص عفوا الكونتراكشن يسموه تون او باسيف. وعندنا نوع ثالث اللي هو الريفلكس، هذا يصير مثلا لا ارادي، يصير انقباض او كونتراكشن بالعضلات لا ارادي. اهم شيء نعرف انه احنا التون شنو، التون هو انه الكونتراكشن بحاله ريلاكس. يعني واحد مثلا يخلي ايده على راحته هو يقول ماكو كونتراكشن، بينما هو اكو كونتراكشن من المسلز، هذا يسموه شنو، يسموه تون او باسيف، تون او باسيف. هسه افتهمنا شنو التون. فشو يقول هنا؟ يقول ligament between the bones that form the arches of the foot are dependent upon the tone of muscles. يعني يقول ligament الاربطه اللي راح موجوده بين العظام الموجوده بالرجل بالقدم، هاي مسؤولة عن الارتشز اوف ذا فوت. شنو الارتشز اوف ذا فوت؟ تقوس القدم. احنا كنا نعرف انه الرجل الانسان تكون مقوسة بحالتها الطبيعية، فيقول انه التون اوف مسلز او الليجامنت راح تعتمد على بسببهن عفوا راح يصير لي شنو، يصير لي ارتشز اوف ذا فوت، تقوس القدم. يقول impairment of muscles by fatigue، يقول اذا صار اعاقة او توقف للعمل، عمل المسلز، عمل العضلات بواسطة تعب او عياء فتيق، يقول ligament stretch، ligament راح تتمدد ادي، وبالتالي ايش راح اسبب؟ راح اسبب لي يقول انه الارتشز كولابس. يعني شنو؟ يعني هذا التقوس راح يروح عندي، الرجل راح تكون مسطحه، وبالتالي ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي فلات فيت، الاقدام المسطحه، وهاي حاله ابنورمال، هاي حاله ابنورمال يعني حاله مرضيه. خلينا نرجع نعيدها. يقول انه الليجامنت شنو، بريفنت اكسسيف موفمنت، يعني ما راح تمنع عفوا الحركه بحريه، ما راح تخلي العظام تتحرك بحريتها، وانما راح تمنع يعني تخلي ضمن اطار محدد. يقول اف ستريس كونتينيو ليجامنت ستريتش، انه شنو، انه اذا صار ضغط على الليجامنت الليجامنت عندي راح تتمدد. ويقول الليجامنت بتوين ذا بونز، الليجامنت الموجوده بالعظام اللي تكون، اللي راح تسبب او تكون التقوس القدم، اللي انت تعتمد عليه التون اوف ماسلز. وعرفنا شنو التون، وقلنا انه الامبيرمنت اي اعاقه او تعب راح يصير بالماسلز، راح يسبب انه الليجامنت ستريتش، راح تتمدد الليجامنت، وبالتالي راح نخسر التقوس القدم، وبالتالي راح تصير عندنا حاله مرضيه اسمها فلات فيت. نجي على tone of muscles، هذا العامل الثالث اللي هو tone of muscles. يقول هو أهم عامل major factor، فيقول tone of the rotator cuff muscles keeps the head of humerus in the shallow glenoid cavity of the scapula. يعني شنو؟ يقول إنه tone of muscles، عرفنا شنو tone، فيقول إنه tone of the rotator cuff muscles اللي هي موجودة بالشولدر راح تخلي the head of humerus راح يدخل داخل ال glenoid cavity، وبالتالي راح يحافظ لي على shoulder joint. فيقول انه التون اوف ماسلز، التون اوف روتيتر كف ماسلز هي اللي راح تحافظ لي على انه يبقى الهيد اوف ذا هيومرس وين، بالجلينويد كافيتي الموجود بالسكابيولا. فيقول اذا خسرنا هذا التون اوف ماسلز شولدر جوينت ويل ديسلوكيت. يعني شنو؟ يعني يقول اذا راح هذا التون مال ماسلز، فانه راح يصير عندي خلق بالشولدر جوينت، وبالتالي راح يطلع الهيد اوف هيومرس عن الجلينويد كافيتي. هاي مثال مثل ما جاي نشوف انه الرجل الانسان صار بيها تقوس، فاذا وهنا عندنا الليجامنت هاي، فاذا هي اللي راح تسبب لي عفوا، هي اللي راح تسبب لي هذا التقوس، وبالتالي اذا خسرنا او اذا صار ستريتش بهاي الليجامنت راح يصير الرجل مسطحه، وبالتالي راح يصير عندنا حاله اللي هي شنو، اللي هي فلات فوت. وهذا عندنا هنا مثل ما مؤشر ال 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 الهيب جوينت، مثل ما جاي نشوف انه الاستابون كافيتي كبير، وبالتالي راح يحيط بكل الهيد اوف ذا فيمر، وبالتالي راح يحافظ على استقراريه الهيب
جوينت، مثل ما جاي نشوف المؤشر هنا، هاي روتيتر كاف موسلز، وهذا الجلينويد كافيتي، وهذا الرأس مال هيومرس اللي راح يدخل داخل الجلينويد كافيتي واللي حافظ على هذا الجوينت. منو قلنا انه التون اوف ذا موسلز هي اللي راح تحافظ على الستابيليتي اوف ذا شولدر جوينت. ان شاء الله تكون واضحه لكم. وصلنا الى البارسا. شنو هي البارسا؟ يقول خلينا نجي نعرف ان البارسا شنو. البارسا از اساكس اوف سينوفيال فلود، هي عباره عن كيس من السينوفيال، يحتوي على السينوفيال فلود. وين يقع؟ يقع بين تو ارتكوليتنج سيرفيس، راح يقع بين عظمين. شو يسبب لي؟ يسبب لي ريدوس فراكشن اون موفمنت، يعني راح يقلل ويمنع الاحتكاك اللي راح يصير بين ذني العظمين، حتى شنو؟ حتى يمنع التاكل اللي راح يصير في هالعظمين نتيجه الاحتكاك مالتين، وبالتالي راح يسبب لي او يا اما فراكشر او راح يسبب لي هشاشه بالعظام. هسا عرفنا شنو البارسا. يقول closed fibrous sacs containing viscous fluid، اللي قلنا عليه synovial fluid. يقول found where tendon rub against bone، يعني قلنا راح يقع بين two articulating surfaces، منطقة اللي راح يرتبط بيها العظمين. ويقول ligaments or other tendon، اللي راح يصير مثلا ارتباط بين مثلا bone bone او غيرها من التندون. ويقول commonly found close to joint where the skin rub against underlying bony surface، يعني وين يقع؟ يقع ايضا بين المناطق اللي راح يصير احتكاك او اللي راح يصير مواجهة بين البون وبين السكن، فراح يقلل الاحتكاك اللي راح يصير بين البون وبين السكن. ويقول هنا انه الكافيتي اوف ذا بيرسا، cavity of the bursa راح يصير communicates with the cavity of synovial joint، يعني راح يصير تواصل بين الكافيتي التجويف cavity of the bursa، تجويف البرسه والتجويف of the synovial joint cavity of the synovial joint. احنا عندنا حالات inflammation اللي راح يصير بالبرسه. اولا inflammation of the bursa may result from repeated and or excessive تروما، يعني شنو؟ يعني يقول ان inflammation of the bursa، الحالات المرضية اللي راح تصير بالبرسة ممكن تنتج من تروما. مثل عندنا اول مثال اللي هو housemaid's knee، اللي هو نفسه pre-patellar prosthesis. هذا دائما يصير عند النساء، يصير عند النساء مثل ما جاي نشوفها هنا هاي بصورة. يصير هنا، شوف هاي البرسة شلون صار عندي inflammation. وعندنا الحالة الثانية اللي هو كليرجمانز ني، اللي هو اسمه الثاني سب كروميل براستس. هذا يصير من inflammation and fluid accumulation resulting from chronic stress، يعني شنو راح يصير؟ بسبب يا اما التهابات او شنو، او راح تتجمع سوائل بيبو، وبالتالي راح يسبب لي هم ايضا انتفاخ بالبرسة. وعندنا ماينرز ني، هذا يصير كمان بالماينرز، يعني دائما وجدوا انه الماينرز دائما يصير بيهم، بسبب انه دائما الني راح تصير دائما يصير ضغط عليها، وبالتالي راح من الممكن ان يسبب لي شنو؟ يسبب لي هشاشه بالعظام. وصلنا الى ستودنتس البو اللي هو الثالث او الرابع، ستودنتس البو اللي يسموه اوليكرانر بيرستس، مثل ما جاي نشوف بالصوره هنا، مثل ما جاي نشوف هاي اوليكرانون براستس، اللي هو جاي انه شو يقول؟ يقول انه small sac of the tissue at the tip of the elbow، يعني صايره هنا مثل ما جاي نشوف هنا، هذا الانتفاخ الادنى become an inflammation and swollen، يعني راح يصير بسبب inflammation، وبالتالي راح يصير عندي منتفخ بسبب انه صار ستريس على الالبو. ان شاء الله يكون واضحه عندكم، هم ما متعمقين بهن بس انا بحثت عن الخوف يعني يجيبوهن. مثل ما وهذا مثال جايب صور على البرسة، يقول برسة associated with joint، مثل ما جاي نشوف هاي البرسة هنا وهاي البرسة هنا وهاي البرسة اللي موجودة موجودة بالشولدر جوينت، مثل ما جاي نشوف هذا الاسكابولا، هاي الاسكابولا اللي قدامنا ذني اللي باللون الازرق هي البرسة. وصلنا الى الانجوريز او تو جوينتس، الاصابات اللي راح تصير لي بالجوينت. الديسلوكيشن هو خلق تام. شو يقول ديستربشن اوف جوينت ان ويش نورمالي اوبوزينج سيرفيسز هاف نو كونتاكت، مثل ما قلنا قبل شوي، قلنا انه اذا صار ديسلوكيشن مثلا بالشولدر جوينت راح يطلع الهيومرس، راح يطلع من الجلينويد كافيتي، وبالتالي راح يسبب لي خلع، يعني راس العظم بشكل تام راح يطلع من الجوينت، ما يبقى منه شيء.
هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية اللي هي intra articular fracture يقول structural break in continuity of bone. خلينا نجي نقرأ هنا أوضح. هنا شو يقول؟ يقول a fracture that crosses a joint surface. يعني شنو؟ يعني هذا ال fracture مثلا عندي هذا joint. خلينا نجي نوضحها هنا بس لحظة خليني أقص الصورة. هذا joint مثلا هذا bone وهذا bone. يقول انه هذا الكروس شلون راح يصير؟ راح يصير الفراكتشر هيج، راح يخترق العظمين ومن ضمنهم الجوينت. هذا هو الانترا ارتكولار فراكتشر، قصده انه راح الفراكتشر راح يعبر العظمين ويكسر الجوينت كله. وصلنا الى سبلاكسيشن. السبلاكسيشن هو نفس الديسلوكيشن، ولكن فرق بيناتهم انه الديسلوكيشن شنو؟ الديسلوكيشن هو انه الخلل راح يصير بشكل تام، راح يطلع كل العظم عن الكافيتي مالته، مثل ما قلنا انه الهيومرس يطلع من النيجلينويد كافيتي. بينما السبلاكسيشن، السبلاكسيشن انه راح يطلع بشكل جزء منه. خلينا نجي نقرا، يقول سبلاكسيشن partial dislocation of joint. احنا قلنا انه الديسلوكيشن شنو؟ كومبليتلي انه راح يصير نو كونتاكت، يعني راح يطلع بشكل كامل. بينما السبلاكسيشن partial راح يطلع جزء من عنده، وبالتالي عرفنا الفرق بين الديسلوكيشن والسبلاكسيشن. ليجامنت تيرز هو تمزق الاربطه، تمزق العضلات، او مثل ما نسميها احنا الرباط الصليبي، اللي يصير باغلب اللاعبين. مثل ما جاء نشوف صار عندنا قطع بالليجامنت، هذا يصير باغلب اللاعبين. يقول انجريز تو جوينت ديسلوكيشن، هاي مثل ما جاء نشوف هذا هنا صار عنده خلل بالطالع مثل ما قلنا المثال اللي هو الهيد اوف ذا هيومرس طالع عن الجلينويد، طالع عن شنو؟ طالع عن الجلينويد كافيت مثل ما واضح بهاي الصوره. نعبر على السلايد الثاني اللي هو يوضح الفرق بين السبلاكسيشن والديسلوكيشن. الهيب ديسبلاسيا هاي حاله بالبدايه صار عندي اكو خلل، راح يصير عندي بتشو اثناء الديفلوبمنت، وبالتالي اما راح يسبب لي سبلاكسيشن، يا اما راح يسبب لي سبلاكسيشن عفوا، وبالتالي راح يسبب لي خلع جزئي، او يسبب لي ديسلوكيشن وهو راح يصير خلع بشكل تام. وهنا ايضا راجع وقايل انه الفرق بين الانجوريز تو جوينت، الفرق بين ديسلوكيشن والسبلاكسيشن، وعرفنا انه الديسلوكيشن راح يصير عندي كومبليتلي مثلا يعني نو كونتاكت، يعني راح يصير خلع بشكل تام، راح يطلع العظم عن الكافيتي. والسبلاكسيشن قلنا انه راح يبقى بشكل جزئي. هاي امثله على الديسلوكيشن فراكتشر مثل ما واضح هنا بالصورة الأشعة. مثل ما جانا نشوف هنا هاي الخلع صاير عندنا هنا، وهنا أيضا هاي هنا هم خلع عندنا صاير يعني بشكل كامل يطلع العظم عن الكافيتي مالته. وهاي اللي قامت انجريز التمزق اللي راح يصير باللي قامت، مثل ما جانا نشوف هذا الوضع نورمال، وبالتالي راح يصير عندنا هذا نورمال، ونشوف هاي هنا تمزق عندنا باللي قامت. وصلنا هنا ايضا هذا مثال على الليجامنت تيرز، التمزق بالاربطه اللي يصير باغلب اللاعبين. مثل ما جاء نشوف هاي الني جوينت، نشوف هاي هنا انه الليجامنت صار بي تيرز تمزق. وصلنا الى الاذر انجريز او الديسوردرز اللي راح يصير بالجوينتس. اولا عندنا الديجنريتيف جوينت ديزيز اللي من ضمنها الاوستيو ارثرايتس او الاوستيو ارثروسيس، اللي هو يسمونه التهاب مفاصل، اللي بسببه راح يصير نقصان بالكارتليج اللي راح يصير بالجوينت، وايضا راح يصير انه الجوينت راح يصير نارو، وهذا دائما يعني وغالبا عفوا يصير عند الومن، واختصار يكون او اي. والادنى الارثرايتس اللي هو يسمونه ريماتويد ارثرايتس، اللي يكون بسبب الاوتو اميون او الانفلاماتوري ديزيز. وعندنا الثالث اللي هو الجوينت انفكشن اللي يسمونه سيبتيك ارثرايتس او التيوبركلوس ارثرايتس، وهذا جايني بسبب الامراض المعديه، بسبب يعني الامراض المعديه انفكشن. وعندنا الرابع اللي هو الهيمو ارثروسيس عفوا، اللي يكون نزف داخل سينوفيال كافيتي، راح يصير يقول شنو؟ يقول بلود وذين سينوفيال كافيتي، يعني راح يدخل الدم، يعني راح يدخل الدم داخل السينوفيال كافيتي، ويكون ناتج بسبب يا اما تراوما حادثه وغيره، او بسبب الهيموفيليا.
اللي هو نزف الدم الوراثي. وعندنا الخامس الديزوردر الخامس اللي هو جوينت افيوجن. الجوينت افيوجن جاني من ايش يقول يعني شنو معناه؟ اكسسيف سينوفيال فلويد، يعني راح يصير عندي زياده بالسينوفيال فلويد. واذا صارت عندي زياده بالسينوفيال فلويد ما راح تتجمع، اكيد راح تتجمع داخل الجوينت كافيتي، وهذا ناتج من تراوما ايضا او انفلاماتوري. هاي صور راح توضح لنا الشكل اللي راح يكون عليه مريض الاوستيو ارثرايتس، مثل ما جاي نشوف انه رجله صار بيها مثل التقوس، وهذا الهيب جوينت مثل ما جاي نشوفه انه صاير راح صاير كبير ومثل المتقوس، هذا يسموه دي جنريت تشينج ان ذا جوينت. وهاي الصوره ايضا راح توضح الريماتويد ارثرايتس اللي مثل ما جاي نشوف قلنا عليه جاي بسبب انفلاماتوري او اوتو اميون ديزيز، مثل ما جاي نشوف انه الايد صايره مثل التقوس مثل ما واضح عندنا هنا بالصورة. وصلنا وياكم الى الاسئله، اتمنى انه توقفون الشاشه وتحاولوا تحلون هن وحدكم. اول سؤال يقول the open fracture is، قبل لا احل هذا السؤال خلينا نجي نشرح هذا، هاي صوره جبتها من غير كليه. يقول انه اولا عندنا نوعين من الفراكتشر، عندنا سمبل فراكتشر وعندنا كومباوند فراكتشر. عندنا اولا السمبل فراكتشر يقول انه شنو هو كلوزد فراكتشر اسمه الثاني، ويقول البون بريك هو يعني راح يصير عندي فراكتشر بالبون، ولكن انه شنو نو اوبن ان ذا سكين، يعني ما راح يطلع على خارج. مثل ما جاي نشوف هاي الصوره انه عندنا فراكتشر بالبون، صاير عندي فراكتشر بالبون بس شنو ما طالع على السكين ومخترق بقيه التشو. بينما الكومباوند فراكتشر يقول اتس اولسو كولد اوبن فراكتشر، يسمونه اوبن فراكتشر، ويقول انه البون راح يصير له بريك اوت، راح يصير له فراكتشر وراح يطلع الى الخارج ويخترق السكين ويخترق التشو ويكون فيزبل، يعني نشوفه يعني طالع نشوف البون طالع برا الجسم ويكون مرئي. هسه اول سؤال يقول the open fracture is involved soft tissue injury او open to out، احنا قلنا انه راح يطلع على الخارج ويكون فيزبل ويخترق التشو ويخترق السكين، اذا هو الخيار بي. الخيار بي. السؤال الثاني يقول the most common site of fracture of clavicle is، احنا قلنا بداية المزمة عفوا بداية المحاضرة قلنا انه الكلافيكال فراكتشر بمنطقة دائما يصير بها الفراكتشر، وسميناها ميد بوينت، سميناها ميد بوينت اللي هو الخيار اي، وقلنا تقع at the middle of the clavicle bone. السؤال الثالث يقول what is the duration of healing in the upper limb fracture in children. طبعا هذا السؤال يعني ماكو فتره محدده تقريبا، وهي تختلف حسب العمر الطفل وحسب العلاج اللي ياخذه، ولكن حسب ما بحثت ودورت لقيت انه المده تكون من 4 إلى 6 أسابيع، فراح يكون الخيار سي. يقول a common fracture in the lower limb in old people is، يقول شنو هو اكثر فراكتشر راح يكون بالاولد بيبل. احنا نعرف دائما انه كبار العمر من يطيحون تصير طوحاتهم على منطقه الهب، على منطقة الحوض، وبالتالي راح ناخذ الخيار اي اللي هو الهب جوينت. ولهنا اكون وصلت وياكم الى نهاية المنزمة، اتمنى يكون الشرح كافي ووافي، واعتذر في حالة حصول اخطاء بالشرح. مع السلامة، في امان الله.